اليوم جينا كنحتفلوا بهذا الانتصار الكبير اللي حقه سيدنا نصره الله بأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية. وجيت مع أنا كنمثل جمعية أصدقاء التنمية القروية، كندير الكاتبة العامة ديالها، واليوم احنا درنا هذا الحفل كانتصار كفرحة كشعور بأن راه الصحراء مغربية وكتبقى مغربية. وكنمثل كذلك لا ميزون دي ميال اللي جات من أيت ملول في شخصها سفيان أبوه اللي تا هو مغربي وتا هو كيساند القضية ديال الصحراء المغربية. والحمد لله ثبت بأن راه صحراء مغربية واعترفت أكبر دولة في العالم اللي هي أمريكان بأن الصحراء مغربية، كره من كره وأحب من أحب، المهم راه الصحراء ديالنا والحمد لله. والنصر لصاحب الجلالة محمد السادس وشعارنا دائم الله الوطن الملك.